الاهلي بقى بيسعى لبطوله عشان يسعى دايما دايما. الاهلي مسؤولين الاهلي بيسعوا لاسعاد الجماهير لاضافه البطولات بالك كل حاجه كويسه. فالماتش في الملعب انا من وجهه نظري النهارده هيبقى كبير جدا فنيا، الحجم الفني بالنسبه للماتش كبير وكتير، زائد ال 90 دقيقه، زائد التدوير، زائد التغييرات، زائد اداره المباراه طول الوقت من الفريقين. فانا متهيألي مباراه كبيره جدا ما بين الاثنين مدربين قد اللعيبه في الملعب. اتمنى من كل قلبي ان شاء الله تعالى النادي الاهلي يوفق، النادي الاهلي يكون النهارده يوم اللعيبه يوم المدرب باذن الله تعالى، وادينا مباراه كبيره باذن الله تعالى نكسب بيها ماتش النهارده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ده قدامكم طبعا دي بعثه نادي الاهلي او فريق النادي الاهلي يعني بتتجه الى ملعب المباراه. كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده كابتن وليد. يعني الاهلي بيواجه طموح سموحه في قبل النهائي، انت عارف فريق سموحه فريق دايما بيتطلع على الاحسن، يعني عايزين يعملوا حاجه، عايزين يضيفوا بطوله، عندهم امكانيات وعندهم كل حاجه الا البطوله، عشان كده يعني بيتطلعوا دايما عايزين المدرب الفني يرضي طموحهم، عشان كده رئيس النادي برضو عنده عايز يرضي طموح جماهيره، عايز يرضي طموح سموحه، فريق كبير، نادي كبير، عنده امكانيات هائله ماديا وفنيا وكل حاجه، فبتطلع دايما البطوله. هل الكلام ده كله هيكون ليه دور النهارده في المباراه؟ طبعا انت خلاص في دور قبل نهائي كاس مصر، اللي بيكسب بيلعب على بطوله بالزبط. يعني المصري وصل امبارح بعد اقصاء نادي الزمالك، النادي المصري دلوقتي حلمه وامله انه بيلعب على بطوله. فنفس الوضع النهارده الاهلي وسموحه اللي بيدخلين المباراه بامل واحد، ان كل فريق منهم عرف كمان ان نادي الزمالك وده هيبقى حافز اكبر لسموحه، نادي الزمالك بره البطوله، فبالتالي لو قدر نادي سموحه يقصي النادي الاهلي هو هيلعب المصري مع كامل الاحترام لفريق المصري بس مش الزمالك او مش الاهلي، فبالتالي الحلم بيكبر. النهارده سموحه بالمهندس فرج عامر بمجلس الاداره دايما على طول بيسعى ورا البطوله، كان وصيف الدوري ووصيف الكاس من سنتين، كان بيأهل نفسه في افريقيا وحصل الخروج، دايما على طول زي ما انت بتقول البادجت بتاعهم عالي جدا، ميزانيه عاليه جدا بالزبط. بيجيبوا احسن لعيبه، بيضموا على طول اللعيبه اللي بيبقى عليها منافسه من الاهلي والزمالك. دلوقتي دخل سموحه بينافس الاهلي والزمالك على اللعيبه، وده واضح جدا من حتى اللعيبه، حسام باولو راح الزمالك، ايمن اشرف اذا كان هيجي النادي الاهلي، ناس كتير قوي قوي بتنتقل من سموحه للاهلي والزمالك، وعندنا امثله كتير جدا بالزبط. فبالتالي مباراه صعبه جدا طبعا، الاثنين داخلينها بامل الحصول على كاس مصر، مباراه من العيار الثقيل وهيبان فيها معدن لعيبه النادي الاهلي اللي هي يعني دلوقتي ده وقت شده. انت خارج من بطوله داخل على بطوله افريقيا، لازم تطمن جماهيرك، فهيبان كل ده النهارده. تمام. يعني هو يعني سالت الكابتن وليد كابتن سمير عن دوافع سموحه، دوافعه وطموحاته وامله ان هو يحقق بطوله، وزي ما الكابتن وليد صلاح قال ان هو نادي الزمالك اقصى امبارح من فريق المصري، كانت مباراة برضو هنتكلم عليها في مفاجأتها، في مفاجأة الكاس اللي الكابتن ربيع اتكلم عليها، لكن شايف دوافع الأهلي طبعا كبيرة. شايفها ازاي؟ سموحة؟ لا الأهلي، احنا اتكلمنا على سموحة، الكابتن وليد اتكلم على سموحة، الأهلي النهاردة بيواجه دوافع من سموحة، بيواجه طموح سموحة اللي هو عايز يعمل أي حاجة للنادي، عايز يجيب بطولة، عايز يعمل أي حاجة، عنده برضو عنده حق إن هو ممكن يكسب نادي الأهلي زي مصر امبارح كسب نادي الزمالك. شايف نادي الأهلي إيه دوافعه النهاردة الكبيرة أوي اللي ممكن تخليها تتخطى هذه العقبة؟ انا وجهه نظر الطموح او الاصرار على المكسب النهارده هيبقى مختلف شويه، او الدوافع هتبقى مختلفه ما بين النادي الاهلي وما بين سموحه. النادي الاهلي نادي كبير خارج من بطوله، بيتمنى او كلنا بنتمنى ان هو ياخد او يحرز بطوله كاس مصر ال 36. طبعا خروجه من البطوله العربيه هي دوافعه النهارده هتزيد اضعاف الدوافع اللي قبل ما البطوله تروح منه. طبعا ده طبيعي جدا، النادي الاهلي لما بيخسر بطوله بيكسب وراها 2-3، معروف على النادي الاهلي كده بدوافعه وطموح اللعيبه وطبعا واصرارهم. الفتره اللي فاتت عرفنا ان اللعيبه قعدت مع بعض مع الكابتن حسام والكابتن سيد حفيظ ان هم ودعوا البطوله العربيه ومفيش مشكله، وده طبيعي جدا اي فرقه في العالم تخسر بطوله، انما بيفكروا في بطوله جديده اللي هي كاس مصر قدام فرقه محترمه، فرقه بتلعب كوره كويس، بتحضر كويس، عندهم مدرب كويس جدا. كل دي حاجات طبعا بتقابلك قدام منافس قوي. فدوافع النادي الاهلي النهارده انا شايف ان هو
بيمتلك نصف الكأس لغاية دلوقتي، نتمنى ان هو يفوز على سموحة عشان يحرز الكأس استعدادا لأفريقيا لمباراة الترجي، مباراة إيلة، مباراة هنستمتع بيها ان شاء الله كلنا. انا شايف ان مباراة النهاردة فرصة كبيرة بعض اللاعبين عودة مستواهم الطبيعي زي عبد الله، زي صالح، زي حمودي يبدأ يرجع، أجاي، كفرود لو بدأ، كل دي حاجات ومكاسب النادي الأهلي ممكن يكتسبها النهاردة بعد العقب وبعد المشكلة اللي حصلت لنا في البطولة العربية. فأنا شايف النهاردة فرصة كويسة جدا لبعض اللاعبين عودة مستواهم ان هم يرجعوا تاني، عشان زي ما احنا كلمنا من شويه ان احنا عندنا طبعا رابطه معانا في حته افريقيا وماتش الترجي. نتمنى النهارده يكون اللعيبه كلها في مستواها، تبقى فرصه ان اللعيبه كلها حتى التغييرات نقدر نستفيد منها، وحتى الناس اللي موجوده اللعيبه الصغيره لو موجوده تقدر ان انت تعتمد عليهم. كل دي يعني دوافع وكل دي مكاسب النهارده. فانا شايف النهارده مباراه ان شاء الله نقدر نستمتع بيها فنيا، فرقه كبيره هنا وفرقه كبيره هنا، انما انا وجهه نظر المباراه هتبقى مقفوله شويه. فالنادي الاهلي هيبقى لي فيه كذا لغز كده ان احنا نتكلم على المباراه، نتكلم عن شكلها يبقى عامل ازاي حتى من يعني من خلال لقائنا كابتن ربيع. امبارح المصري طلع نادي الزمالك، وشايفين دلوقتي مفيش مقاييس دلوقتي للفرق الكبيره، مفيش اي مقاييس دلوقتي، يعني شايف الظاهره دي ازاي؟ الفرق الكبيره خلاص لازم تثبت نفسها كل يوم وكل مباراه مهما كان الاسم، ولا الاسم لسه بيعمل عامل مؤثر في المكسب؟ لا مش الاسم، انا هتكلم بجانب فني. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن انا اؤمن بان ذكاء المدرب وشغل المدرب الفني له دور كبير جدا في المكسب. انا قلت التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن بيبان اميده الاسم له دور طبعا، بيختلف الامور طبعا. يعني فرقه النادي الاهلي لو اتكلمت عليها يعني بتختلف عن كل الفرق، لان ليها نظام وليها خد بالك قدرات ماشية بشكل فني ممتع، قدر النهاردة وثابت قدر يخليها ان هي تاخد الدوري وتواصل افريقيا وتوصل واخد بالك وتواصل انتصاراتها. حلو. فالفوارق الفرق الصغيرة اللي هي بتحرج الفرق الكبيرة وارد وموجود والمفاجآت موجودة، بس الحجم الفني اللي انا ممكن النهاردة اقول لك بنسبة 60 بنسبة 70 بنسبة 80 بنسبة 20%. فهنا الدوافع الفنية لماتش النهاردة يعني الوزن الفني الاهلي هو الاقدر، هو الاكثر فنيا. بيقابل فرقه برده عندها فنيات بس النسب هنا عاليه. مفاجات كاس مصر وارده، والتوفيق ده بتاع الله سبحانه وتعالى. لكن خلينا واقعيين، قدرات 1-1، 2-2، 11-11، فالفوارق دي كلها انا اقدر اقول لك بيها مين الاحسن ومين الافضل ومين اللي هو مرشح بقوه ان شاء الله يكسب. لكن في حاجه ثانيه طبعا، مهما كانت حالة الفريق القوي الكبير اللي يملك قدرات برضه قليلة، بس ما يقدرش يتفوق عليه إلا